بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. السلام عليكم وبركاته متابعي قناة ناصر تي في، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. إذن الفيديو هذايا راح يكون خاص إلا بالأبقار، واليوم رانا متواجدين في سوق الأربعاء ليوم الجمعة 21 أكتوبر 2022. دائما تحية خاصة لكل متتبعي قناة ناصر تي في من داخل ومن خارج الوطن. هكذايا نبداو أول سلعة لهنايا، عندنا لوكريف هدايا الله يبارك 30 مليون كما قال لكم. هذا ال هذا تباع 30 مليون، تباع ب 30 موبيليار. هذا يا اخي موبيليار، هذا في الموبيليار تباع ب 30 مليون الله يبارك. كذلك عندنا ليرامي الصناع على الصغار، كذلك خويا بارك الله فيك سي جونتي اخي الكريم ديك الصحه، كذلك شوفوا الله يبارك. ما شاء الله كان ثلاثة الله يبارك، عندنا ثلاثة هكذا يا صغار في الموبيليار. حتى يعني سوق الأربعاء الخاص بالأبقار يعني يجيبوا سلعة ما شاء الله. والحاج قال لك صورنا صافي في ليزير، واش راك شيخ؟ صافي شوية لاباس راك مليح الحمد لله. إذن دير قناة ناصر تي في تشوف روحك هكذا شيخ تبارك ناصر تي في. هاي لك السلعة الله يبارك. هنا كذلك هذا كل جمعة هنايا في سوق الأربعاء ويجيب لنا سلعة الله يبارك. هادوما تاع تربية وداروا هذا يتباع شحال داروا في ثلاثة هكذا؟ 45 في ثلاثة إذن كذلك مع أي الله نبدأ مع خونا قال لك صورنا الأول الله يبارك. بالمناسبة خونا عندهم كوري في بوغارة هكذايا كاينة كامل السلعة، يعني عندنا في الحليب، عندنا في الكبير، في الذبيحة، في التربية، يعني كامل أنواع الأبقار موجودين. نخلي لكم رقم الهاتف ديالو هكذا تقدروا تتصلوا به وتنيغوسي، وتحبوا تروحوا تشوفوا السلعة كذلك ماشي كامل مشكل. نبداو لكم بهذه نورمالمون كيكون عفسة هكذايا سما تباعت هذه الله يبارك. هذه هذه في الموبيليار ياك؟ في الموبيليار هذه ما شابين. دوك كيما هذه شحال دارت هكذا السعر تاعها؟ 44 داكور 22 مليون الوحدة، يعني 22 مليون الله يبارك ما شاء الله هكذايا. إذن لا لا ما نصورك الشيخ، إذن قال لك السلعة كامل كاينة. خويا قول لي الرقم تاعك الله يرضى عليك. 0 0 5 57 39 28 45. إذن راه متواجد في بوغارة ولاية البوليدة. قلت لكم السلعة كاين كامل، يعني في الحليب، في الموز، في التربية، في أي حاجة حبيتوها في الأبقار اتصلوا بخونا ماشي مشكل. البيع جملة هذه طايب ماشي فرط هكذا يا. إذن تقدروا تتصلوا بخونا هنا بارك الله فيك ويعطيك الصحة. كاش ديدي كاس ولا ماشي مشكل خويا صحيت. كذلك 25 ونص موبيليار في الحر الله يبارك. شوفوا ما شاء الله الله يبارك حاجة شابة بزاف. ما مولاهم لا لا الله يبارك مولاهم الله ما شاء الله. شوفوا شو البشير هذا الله يبارك اكو شوفوا حاجه شابه كما قال لكم 25 ونص ساموها ماشي البيع باش تعرفوا فقط خوتي الله يبارك بسم الله ما شاء الله. كذلك دائما كاين بزاف اللي وصلونا على يعني هكذايا وكلف صغار هاك تشوف. وهادو ما تاع تربيه تاع تسمين هادو يا اخي خونا حاجه شابه. دو كيما هذا شحال سوا شيخ؟ 13 مليون هذايا يعني حاجه شابه بزاف. عندنا كذلك شوفوا هذايا الصغيور هذا تاع تربيه، هذا التربيه كذلك حاجه تاع تربيه. هذا شحال حق هذايا؟ 8 ملايين هذايا 80 ميل دينار يعني 80000 دينار. كذلك زوج صغار هكذايا الله يبارك. سوق الأربعاء يعني محبي الأبقار زوروه لأنه كاين سلعة الله يبارك يعني ها شحال؟ 75 يعني 7 ملايين و600 للواحد يعني الله يبارك. هذه مسوكية صغيرة ياك وكلفة صغيرة اسمحوا لي ماشي مسوكية وكلفة صغيرة. دوك هذه زايدة عندك هنا؟ شاريها الله يبارك هذه شاريها. عندنا كذلك هذايا الله يبارك.
ما شاء الله هذا اتباع الله يبارك. خلص حق مرك تسوي الله يبارك. لا لا ما شاء الله خلص. بسم الله ما شاء الله. قبيح هذا يا قبيح. وهذا شحال داير شيخ حكيم؟ إذا كذلك بالمناسبة يعني البقرة هذه أنا قلتها زهر فقط، قلت له هذا النمر هذا يا ماشي بقرة، ولكن قال لك يعني يعيطوا لها النمرية هكذا على جال الخطوط، يعني شوفوا كي نمر صح تاع البلاد هذه، يعني يعيطوا لها النمرية هكذا يا صافي بليزير. دوك هذه تربية شيخ هذه تربية الموس كيما تحب كيما حبيتها الله يبارك. وشحال لحقت شمتها هذه؟ 14 و200. 14 مليون و200 وراي بعيد البيع على غير 15 ونص. اذا اصدقكم يعني هذا هو البري تاعها الله يبارك. اذا كذلك بسم الله ما شاء الله الله يبارك. شوفوا دائما هذا رزق ربي سبحانه، حاجه شابه بزاف. هذه هما كامل عجول صغار. دوك هذا شحال يكون عمر شيخ هذايا؟ اللي عنده شهر كذا، شهر شهر ونص. هنا مخلطين يعني كريفه وكريفه هكذا، الكارف واحده وكريفه كامل وكارف وحده فقط وكريفه. دوك هادو تربيه اخونا يعني تربيه، هادو تاع تربيه ما شاء الله. هذا شحال الحق السعر تاعهم؟ 84 مليون كيما راهم هكذا. اذا عندنا زوج اربعه خمسه ب 84 مليون الله يبارك. شي نقول لك ربي يرزق ان شاء الله وبارك الله فيك سي جونتي، يعطيك الصحه بارك الله فيك. عندنا كذلك الوكريفه هذه الله يبارك. دوك هذه شراكي تكبر الحليب هذه ولا هذه منين من جيت تجي هكذا يا داكور يعني هذه برشك لحم ولا حليب ماشي مشكل. بصح هذه لا بريبار لحم السلعه المدوره اللي تجي صح صح. وهذه شحال يكون السن تاعها هكذا يا؟ 8 شهور. 8 شهور الله يبارك. 19 غير 200 18 و800. دائما سامونا اخوتي يعني هذا ماشي البيع باش ما نغلطوكمش، كاين ناس تقول لك البيع لا لا هي ساموه والبيع صديقهم. بعيده ماشي بعيده؟ ماشي بعيده ما راهيش بعيده ما راهيش بعيده خونا. نقول لك بارك الله فيك ويعطيك الصحه. كذلك مع خونا هدايا اللي يعني صراحه يجيب ابقار ما شاء الله، وعنده كوري في جلابين. كنت سبقت ان جبت لكم الرقم ديالو، دوك نشوفوا ان شاء الله اذا حب كذلك يخلينا الرقم ديالو يا اخي نعطوه لكم. شوفوا لو كيف هذايا الله يبارك ما شاء الله. كاين ناس اللي يقول لك صور لنا كذلك من اللور هكذايا هكذا باش تشوفوا مليح السلعه يعني راه يبان وافي الله يبارك. كذلك عندنا منا هذا وكريف الله يبارك. عندنا السلعة يعني ما شاء الله كيما هذا. شحال دار شيخ هذايا؟ 37. هذا دار 37 يعني 37 مليون. ساموك ولا البيع؟ سامونا هاي عطاو 37 البيع مازال. عندنا كذلك الكريف هذايا الله يبارك ما شاء الله. هذا شحال السن تاعو هذا خونا؟ مازال ما كسرش مازال ما كسرش الله يبارك ما شاء الله. شحال تبيع حولي؟ عندنا هذا الموبيليار يا اخي موبيليار الله يبارك شابين خوتي. بالمناسبه خونا كذلك يعني هذايا اللي كان تعرفوه يعني كل جمعه راهو هنايا في سوق الاربعه ويجيب سلعه ما شاء الله يعني يخدم البقري الله يبارك. شيخ انت عندك كوري ولا؟ او عندي كوري الله يبارك. وين 20 و500. وين الكوري؟ 20 و500. 20 و500 كما قال لكم ساموه ب 20 اي بوتي صح او 500 نبع نبع 40. خويا العزيز وين تواجد الكوري تاعك هنا؟ بوكارا كذلك راهم تواجد في ولايه البريده الله يبارك. الى عندك بلاصه تجي فيها تجي بوتي صح. كما قال الاخ 13 و700. هذه مربيه عندك هنا ولا شاريها؟ هي عندها التشويه الله يبارك صافي مزيان. حنا دائما انسان يخدم في الحلال خويا نحيوه ونشجعوه باسكو سي با فاسيل. انا علاش نسقسي فقط؟ كاين اللي مربيين وكاين اللي يشري خونا. دوك انسان يشري عاد البيع ماشي حاجه سهله باسكو راه يوكل وراه يشرب وراه يداوي بالا كذلك بيت الشر يقدر يشريها تموت له. لهذا ماشي خدمه سهله بزاف.
والبيع مزرعة بعيدة شوية؟ مازال شوية. مازال شوية. ماشي مشكل خونا نقول لك ربي يرزق إن شاء الله وربي يعينك سي جونتي. فاهم؟ عندنا كاتا عليك الوكالة هذه. الله يبارك. يعني دائما نسقسي اسك تربي يا موسى يعني كما قال الأخ في زوج يعني تحب تربيها تربيها. عرفتني ولا آخر تهدر تاع الدوير يعني. أه؟ تاع الدوير. كما قال الاخ هذه 20 مليون سامونا ب 20 مليون اشريها قراس مولا كذلك عندنا سلعه منا بسم الله ما شاء الله يعني سوق تاع الاربعاء بالجمعه وصراحه السلعه تدخل بكثره هنايا كذلك بون ماشي كيما البويره ولا كيما بجايه ولا كيما تيزي وزو ولكن كوما انسان اللي يكون قريب على لي زونفيرون هنايا كاينه سلعه الله يبارك تبارك وخلاص معنا الله يبارك في الموبيليار كيما قال الاخ في الحر ما شاء الله يعني صراحه حاجه الله يبارك كاروا على الرجال دار 27 مليون هذا ما شاء الله الله يبارك ماشي مشكل كذلك مع اخونا جاب لنا سلعه الله يبارك في هذه في الوكالة راكم تشوفوا اي مناسبه اي حاجه عندكم كذلك تقدروا تتوجهوا لهنايا لسوق الاربعه وبالمناسبه خوتنا عندهم كوري في خميس خشنا هكذا في الخميس الخشنا راه يقول يعني عندنا كامل انواع تاع الابقار ابار الحليب ما عندهمش هذه هي دوك كيما هذه شحال سوا خونا؟ سوا 44 هذا مزوج هذا مزوج هذا الزوج 44 وهذه 20 و500 20 و500 وهذه سوات وهذه منا 21 الله يبارك ما شاء الله اذا خويا نقول لك بارك الله فيك وربي يرزق سي جونتي يعطيكم الصحه هذا كذلك الوكلفه هذه الله يبارك هذه شريتها اخونا كل شيء مبروك الله يبارك خويا يعني هاك تشوفوا يعني بيع يعني متواجد ما شاء الله دوك هذه تربيها اخونا لا عرس ها عرس الله يبارك اذا نقول كل شيء مبروك خونا هذه تروح المناسبه ان شاء الله خويا بارك الله فيك اذا كذلك مع اخونا لهنايا دائما يجيب لنا سلعه الله يبارك تجيب سلعه قوه راك كيما راكم تشوفوا سبقنا وان درنا لكم فيديو السمانه اللي فاتت معاه واليوم كذلك باسكو كل جمعه راه متواجد هنايا في سوق الاربعه سينو هما سطيف هكذايا سطيف ها البرج اذا نحيو خاوتنا دائما من البرج بوريريج اللي الله يبارك يعني ما مشيش خاو على الباطل راهم يجيبوا سلعه الله يبارك يعني ما نحشموش بها كي نشوفوها لهنايا هاكو تشوفوا عندنا لو كارف هذوما الله يبارك دوك هذو شحال السن تاعهم خونا؟ وكارف صغار وكارف صغار مازالهم صغار الله يبارك هذا واش نسوي يا مول؟ ما شاء الله هذا سوى 32 وهذا 40 و500 سلعة الله يبارك زيدوا دائما نخليكم رقم الهاتف هكذا التوصيل موجود خاوتي لي دي سلعة يعني ماشي مشكل يلحقوا لكم السلعة تاعكم كذلك أي مناسبة عندكم أي حاجة ماشي مشكل يتهلاو فيكم نسقسيو حاجة واحدة أخرى باسكو النساء اللي راهم يراسلوني بزاف على الشي هدايا سينو ذبيحة ولا أونسي جامي أسك تذبحوا ولا لا؟ ذبيحة لا سمحوا لي هكذايا باش تعرفوا إذا باسكو علاش كاين الناس يقول لك حنا نحبوا يعني نروحوا الكوري يذبح لنا يسلخ لنا كل شيء لتما وكاين جبنوا الجزار يذبح له داكور سينو قال لكم يعني ماشي مشكل أنا نديكم الجزار هو يتهلا فيكم يا خويا صافي بليزير خونا قول لي برك النيمور تاعكم 07 79 72 82 23 المكان راه متواجد في برج بوريريت هكذا يا خالتي وقلت لكم توصيل موجود يعني ماشي مشكل عيطوا نيغوسيو وماك ساهل خونا قول لك بارك الله فيك يعطيك الصحة سي جونتي خويا بارك الله فيك صحيح يعطيك الصحة إذا هكذا يا هذه هي خوتي درنا لكم فيديو كان خاص إلا بالأبقار دائما ما تبخلوش على قناة ناصر تي في بالاشتراكات تاعكم بالدعم تاعكم نقول لكم تهلاو في رواحكم سلام